أصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا عالم الخفية ويا من السماء بقدرته مبنية ويا من الأرض بعزته مدحية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضية ويا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية يا مسكن الرعب الخائفين أهل التقية يا من نجى يوسف من رق العبودية يا من ليس له بواب ينادى ولا صاحب يغشى ولا وزير يعدي ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا كرما وجودا. أعدنا بسؤلنا إنك على كل شيء قدير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. إخوتي وأحبابي في الله، إلهي بما هدل سبحانه وتعالى فضل قيسي من قيسنا وافجي إن أن بيت كيسن مادنا أن نقو قدنا إنه فريض إلهي فرائشي سكمد سبحانه وتعالى. إن شاء الله ما أنت موضوعنا أما كلمة إن وحنكس وقادنا إن صفات أولو الألباب ذاتك أولو الألباب كاللي إرادة قرآن كتل مامي يا الدنيا دا وناك يا إيه آخرة دا خير كذا اللبض بهلي صفات كذا يا ما أنت سوق هذا إن شاء الله يوم موضوع إنه كسب سين وح أمد ويسكو ضعف يسكو كلا خير بدنان يسو يا سابق هذا إيه فضل أوكين يا وصفات كونك سنة إلهي كود وين يا سبحانه وتعالى لأن ذاتك أصل كلية كي مادين أصل كلية كي مادين وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام أبونا آدم تراب كان لغا أبوري وعرى لغا أبوري ومدو وحي كوكا لفضل بدنانا يان وي كوكا لخير بدنانا يان وي سابقية إيا فضل إيا خير ككوه ليان ووحى إلهي أدوين إيا صفات كوانا أكسنا إلهي لو قدوا دوين هذا ضدك أولو الألباب كاللي يرادو وضدك قرتي يعني خلق إلهي هي أبورك إلهي حكمة دي سأيي قرتين وحي كفا إذا استين الدنيا ذا نولاشة دي وحي أديار قروبين أو استعدادين نولاشة تام كهيدا باقي كهيد وحياة الآخرة. إلهي سبحانه وتعالى وحولي أفمن يعلم قفؤك أن ما أنزل إليك من ربك الحق نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قف أك وحلبوسو دجي ربك حقي سلقاقسو دجي إنو حقي هاي قفك قرني فيؤمن ويعمل ورميني ونكو عمل فلي كمن هو أعمى قف أن وحبك قرني نو إن دلع ووح إلهي سو دجي كدقلع oo ka indhala oo xaqi waxba aan ka garanayn labada ma eeg yihiin maya ma eeg kawo ayadu waxay ku soo dagtay bal ay nazalat fi hamza wa abi jahl hamza bin abd al-mudallib
يا أبي جهل عمر بن هشام لماذا سيعيد كسر الدكتور بالليلة إلهي سبحانه وتعالى حكمة ديسي يا قرآن كوحو حمبارسي هي وحو كورمي يا أيور رمي حمزة بن عبد المطلب أبي جهلنا وكأن دلعي هاي وحبما أوغو سبب النزول كآيات والله ما داس إليه المفسرين تو لكن محيرا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرة وحوي اللفظ يا لفيرنا يا عموم اللفظ ويا وحلوجي خصوص السبب معها لا ما داس كسر دكتي لكن آيات محي مثاله تهاي مؤمن يا كافر ولا مثاله مؤمن وحو قرتي وحي إلهي سودجي حقني مديسة يا حكمة هذه وكفى إيديس كي أن مؤمن كهين مقرن إنما يتذكر أولو الألباب إلهي وحوان سميو ووحي الله شاك قرن أيو أولو الألباب ذاتك عقل قالوا أصحاب العقول ذاتك عقل قالوا يا قرن أيو وفى إيديسان أيو مركي وحي الله شاك إلهي وطل ما سبحانه وتعالى أولو الألباب كيف إلهي صفه سدلت صفه أي إلهي نوغوش أغي سورة دان سورة الرعد أيضا نوصو صعوده سدلت الماموت بالغوط المامي أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وحلو جيدو إنا صفاتك كسفو ذويه صفاتك فيرسو ونفت هذا كم ميزان الذين يوفون بعهد الله وكو بلنك إلهي أوفي في فرائضه وأوامره عهدك إلهي وامح فرائش إلهي أونفري وبلن أوامرت أونفري وبلن كهو تفسير تفسير كلمات أو بما ذكر في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى وعهدي متك استبه النقض يبلنك إلهي وي أوفيين الذين يوفون بعهد الله بلنك إلهي بالي وتشريف ولا ينقضون الميثاق بلنك مبريان تعميم بعد تخصيص بالي مركه هري وحليري يوفون بعهد الله بلنك إلهي بيوفيان هذا بلنك إلهي أوفيان مخلوق بلنك سمحاته ملينس سكدا كاس بلنك إلهي بيكد دالين مخلوق بلنك سنة وين رعيان وقفك إلهي بلنك سأوفيه مخلوق سنة سوان أكسن بولا معاملون إياه بلن وقب حماية ولا ينقضون الميثاق بلنك مبريان عهود إلهي إيا كأي مخلوق اللقليان مدنا كمبحان وصفة كوبات الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل صفة الله بعد وامحي وحي إلهي وأمري إلا حريري حريرنا يعني. وامحي وحي إلهي وأمري إلا حريري بصلة الأرحام قرابة إلا حريري بالإيمان بجميع الكتب والرسل كتبة إلهي سود جيودن إلا للرميو رسوش إلهي سود رأي إلا الرميو بالإحسان وناقة إعانة المحتاج وإفشاء السلام والإحسان إلى الجار ساس إليه المفسرين ويعني والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وحوناق أهدن إلا حريريا إلهي أمريا أولا لي مادو كل ويلي مادو بحي إلهي كو أمرو رمب إلي مادو ويخشون ربهم رب قد بيك بغيا ما حي سيدا أصمين يعني أوامرتم حي أفلون يعني وحي إلهي كو أمري محي أيالي يعني يخشون ربهم رب قد بيك بغيا لأن إلهي بألو علينا يهدو والله حسابنا يا هدو حساب تاسي بركة وديار قروب يانو يخشون ربهم باللقاء ربهم رب قد لكل أنكي سبيك بغيا خشيدوا وحال إرادة الخوف مع التعظيم إنو قفكو عبسيكو جرتو عبسي دانا وينين تا إلهي أي لا سعوتو
سيدا بدن وحي كسورو دابا لإرادتك أهل العلم قاوي إنما يخشى الله من عباده العلماء خشية دا وعظمة إلهي أي لصعته وين أنت إلهي بغول بغيا إلهي بوك بغيا لعظمته لجلاله بوك بغيا وعلم بليه قفك وقفك علم قالوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب حساب هم بيك بغيان هذا هو مركي لعليه لصورنا ولا يعني هذا هو بعثي قال ليش سوء عليه أما مرجع الدم به ولا حسابنا يا حساب تاسك بغيا ويخافون سوء الحساب حسابته خطر الرسول كوحي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قفك حساب تلقوات كي ولا عذاب قفك هذه لقو قد بقلا ووحو البل لقو ويدي بس وي هذا بيو عدك تاي حساب تابي كبقيانو انت ان حسابت اللي قارن هورتاد بي ايقو اسي حسابنا يا قفك انتو ان حسابت قارن هدو اسي حسابي هدو حسابت وكنا بتقليا ويفض لا نيسا لكن هدو ان حسابت من وحو دونا سمية ماشو دونا نيسك تورو هدو حساب عدك باسو قيس والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا أفر صفان هنا هذا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وصفات الله ويخشون ربهم صفات صدحاته ويخافون سوء الحساب صفات أفراده والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صفات شناده صبروا ويصبرين على الطاعات بيكو صبرين وعلى البلايا والنوائب بلايا ذي مصيبوين كي بيكو صبرين وعلى المعاصي والشهوات بيكو صبرين صدح ذي قيبود وصبر كوهابا ويلي ماذا صبروا ابتقاء وجه ربهم وحي أصبر يا نوام حي وطلبا للرضا الله سبحانه وتعالى رضا الله دلب كيسو صفة اللي حاد وأقاموا صلاة صلاة دي بي أوغين أدوها في أوقاتها كاملة الأركان والسنن والأذكار بخشوع وإخلاص بيكتو كذي أدوها صلاة دي بي قتين في أوقاتها وصلاة وقت بي إلا داي هذا الوقت كذي كو قدنين مكا أنصحيسو من سورو بيسوما أدوها في أوقاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة شروط هذا وحكم هذا دخول الوقت وقت وينو قال كاملة الأركان أركان تهدي بي كاملة لأن أركان تا لأن الصلاة ما هي ذي دو أركان تا هدان صلاة أركان تهدي لما إنا للا إيمانين ما هي ذي صلاة ما شك بحيس يعني حقيقة ذي صلاة يجريتان كهدي ما شك بحيا دان صلاة أركان تهدي للا إيمان أدوها ويقوتين في أوقاتها كاملة الأركان أيضو أركان تهدي لكاملة صدح يتوانكها وقلبك يا قولك يا فعلك يا سجودك كملان والسنن السنن يدنا وي كملان والاذكار اذكار يدنا وي كملان صلاتي وصلاه كامله بخشوع يا واخلاص بكتو كدنا دنا صلاه مركي لا دمهستيرو حدنا عملك يعني صلاه سرتهدا اما لبغهدا روحدا صلاه وخشوع حدان خشوع جيرين صلاه ما جرت إلهي كتل ماما يا سبحانه وتعالى مؤمنين تليباني مع إلهي كسفي أول صفة وصفها الله وصفهم الله سبحانه وتعالى الخشوع في صلاته قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنين تإلهي الليبان تكشاقي ووي الليبانين إلهي ويري صفة كوباد وقتل ماما محين غطي صلاة دوده يكون خشوع يعني هذا وقفكم مركو تكنا يا وحلا دونا يا إلهي بهر تاجين سبحانه وتعالى مخلوق إن قلبك على كسر تال دونا يا أديك يا إلهي إن وحبي دي صوت حقلين بال دونا يا صلاة رحلة مركز جر إلهي بدل من واجون يساي قلبك على قوينا دي إلهي كحرته قدر كخشوع أقول لك يا هاي أي صلاة هذا درجة دي أجر كيدونا نقنا يا يونغوني بخشوع بيكوتو كذين
وإخلاص بي كتو كدين إخلاص دون عمل كلهين لما أقبلي مر هذا الرؤية ما شسوكشو عمل كوا بريا والصورة دي سنبا جوكتين لكن أجر كيسي إيا ثواب كيسي إيا أقبل كيسي ودنبا وبابايا إخلاص كنا ووحا عمل كاللوغو أقبلوه عمل كوردنبو ما دام صلاة أي تهي عبادات كاللي يمادة أقوفا لبغن صلاة دي أقوه الرئيسي أي خصو يعني إخلاص كيدي كملان أعماش إلا إيمانا يانا ودنبا إلهي درتي بي أسمينيها يا أسمينيها أقام الصلاة صلاة دي بي أوغين وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وحي أنكو إرزاقني أي بحيان سرا وعلانية وصفاتي تضوادوا إنفاق وأنفقوا مما رزقناهم بسخاء نفس بسخاء يوضيب النفس بيكون بحية مركات واحد بحين أيسو واحد ربع دقو وحي كدقيه هذا النفط هذا ديب كطعه هنا بحي سو سوته وامحي واحد قد بحين أيساد مال كاجا كل هذا سو ما واحد قال هذا قوم اللي هيدورات عايز قاله هذا ما كفر حصله ومركات واحد بحين أيسو شيلن كير ديب أيسو سير يعني قف كي كسؤال يا مدد كي كود جنا استجر تيمون هكوب بحينه ogow waxa aad baxsanaysaa waa waxa kaliya oo leedahay adoo jacel u dhiib ina diibta adiga oo jacel bisakhaa'in wa diib nafsin ina ku bixisaal ra anfaqoo mimma razaqnaahum sirran haythu yahsunu sir sir bay u dhiibayaan hoos bay u dhiibayaan waa markay sirtu wanaagsan tahay sadaqadu laba dhowr darajo ay leedahay ama dhaba qaybood weeye mar ay sirtu fiican tahay baa jiro maxaa kamida dad waxa jira qof baad u dhiibaysa aan ka caada yeelanin inuu dadka wax weydiisto mar uba arin la soo ku soo kale dhibaato la kulo yaa la soo gusboonaad ama wax laan baa ku dhacday inuu dadka wax weydiisto mar la arko wax ka qaato dadkana caado uma lahayn qofka in hoos loo siiyo wanaagsan laana caado uma ahayn qofka in dadka wax weydiisto wajahran bay ku calaaniyatan bay ku bixinayaan sirran wa calaaniyah علانية كدي بيان وعلانية نوامح كتنافسي في أوجه الخير مرك وحي على خير كنتين لسكو بري الله ترتم يوي مساجد بالله دسنا يا كقيب قادنا يا مساجد كدسنا يو مالك هنا تجعنت تارت وحاجة قاعد كرو شرط هاد بيوانا كسن تمت ما هي لي ما يش لقو بحنا يا ميل وانا كسنا إن لقو قد يدنا وي في عنتها إن لقو قد لي كتنافسي في الخير وي taayinki roobixiya wanaagsan walaaniyo alaaniyada waxa loo bixinaya waxa kamida ku fadli badan zakada kamida infaqa waajibka ah kamida sadaqada waajibka ah in la bixiyo adoo lagu arkayo aad bixiso waa zakadi aad tiraado xoolahayga zakadoodi tiraado kaasa fadli badan way ina lagu tuumin oo ninka waa nin taajir oo xoolo badan oo ligi sadaqo ma bixinina allah soo zakad bixinaya lagu ma aragayna lagu dhayn tuun meesha inayna iimaanin tan labaad in lagu daydo dadka kale xoolaha leh saa zakada xoolahaaga farada badan zakada uga bixinayso oo da ugu aabayeelaynin oo dhibaato iyo culays ayna kugu hayna markay arkaan aqniyada kala kugu dayanaya in xoolaha zakada ka bixiyaan in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha alfuqara fa huwa khayrun lakum ba ilahi zakada yani sadaqada hadaad muujisan fa ni'ma hiya wa fadli badan tahay wa in tukhfuha wa tutuha alfuqara فهو خير لك وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة سيئة صفة السديد هذا أقول دم بيسوا محي إلهي وكتل ما من سورة دانا أولو الألباب يدرؤون بالحسنة سيئة حمانتا وناك بيكو ريبان يدرؤون يدفعون حمانتا وحي كود دفعيان سيئة وحي كود دفعيان حسنة يكود دفعيان والله ما معنو adiga haday xumaan ka dhacdo wanaag bad ka dabageyn inna alhasanati yudhibna sayiat wa atbi'i sayiat alhasana tamhuha xumaan markay ka dhacdo wanaag bad ka dabageyn tan labaad waxa weeye wayadfa'una sayi'a alhasanata bisayi'a
هدي حمان لقصة مينا وناك بيكو بدلان دت كمركي جانب كيس الله فيرينا مركي حمان لقصة مينا حمان تحمان كم الجدانة وناك بيقدوا مرنيا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بإلهي ادفع بالتي هي أحسن حمان مركي لقصة مينا وناك بدل إمام كي وين تابعي وين حسن وبصري الأورنج ريح ويري ويدرؤون بالحسنة سيئة وما هي إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قدعوا وصلوا إذا حرموا هدي له وجيه ما أنت وحبو كوسو دون تقف وحبو ويدي ستي مركز كودي دي سو هيليكر بريبو كويمت سو سو ردي باتايس سوني كيشا ليس لا يقول سمي يما متي ها أورن أودي بسق إذا حرموا هدي له وجيه الله قديو بعض ويسي يا نيو وإذا ظلموا هدي لظلمينا عفو ويسك عفنا يعني وإذا قدعوا هدي لجوينا وصلوا قرابة مركي كجويسنا ويسك حرير لأن هنقنن مكافئ هنقنن حريرين تماها مكافأة مقدة قف قرابة كيكو حريرين أيه إنه حريري كاسوا ونعكسنا يايدة مركي لا حريري أصلاً تقول حريري لكن متى سووا أمن دت كي وحبك كيوغين كاس محل لقيه اللي بركة ماله نقدر كاس هدي هذا كاس محل ترى محل لقيه لها أورن ساعدين ليس الواصل واصل كماها ميت كمركي والله ترى هي وحسم حريرين أيه ماها لكن واصل كوحوي ميت كمركي لقوه حريرين أيه نبغي عليه سلامة وسلام سأل دني خلق ونعكسنا هي صفاتك ونعكسنا تاسوي مركي دابي قال ويدي عليه سلامة وسلام حسن الخلق وامحي معقوفة سر سلم من قطعك وأعد من حرمك وعفو عن من ظلمك قفك كجوي حريري قفك كظلمي عفي يا قفك كهوجيان هذا هو حسك سي وسيدت صفوه سيدت صفو يا إلهي قتل ما سيدت صفة دتك ليمت محي نقطة مركب بلغات كود أولئك لهم عقبة الدار إلهي صفات بوح لوها لا ولا لي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركب في رسول صفات كإلهي نوسو قدمية مركي صفات كالجور رمو دتك صفات كوسيفو بي أما صفات أهلي أي مركز أبا المرن تلاسينية لو شيء أولئك لهم عقبة الدار كو صفاتك كوسفو بي عربت وناكسن بي ليهين عقب الدار أي دار ثواب وهي الجنة دار وناكسن بي ليهين وجنة إمام كي ويناء الأورنجري عبد الله بن مبارك وحيري هذه ثمان خلال ثمانية خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة وسيدت صفو وحي تلماما يان سيدت الباب وجنة ذي تلماما يان قرآن كو كهجية وكو هجية علامات باجر لغو هنون ودوي كمرك الله مريو ميلها ليحت كيو ميلها جوتس كيو ميلها صعد كيو علامات بالغسين يا صومة صفاتك وحيكو إشاريان ماذا أدو صعطه وحاد هلي سوانا قيسة بصفيري هذه ثمانية خلال وسيدات صفاء مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة سيدات الباب والجنة أي إشاريانو صفاتك قفك لك هلي سيدات الباب والجنة الله فرياو يا الله فريا أولئك اللهم عقب دار عربت وناكسن بإليهين جنات عدن بإلهير وعقب دار ودار ثواب وجنة سوما جنات عدن يدخلونها جنة لقونا قانا يون لقى بحاين لقى دمانين لقى جرانين لقى قبوبين يا هلو جنة مركز جنة قلان محال ليه بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وبأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا
وبأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وبأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ما شاء الله ودار النعمة الله نسيه سبحانه وتعالى دار تنسيدا نقو روح بدن يا سوق شان وبيرها سيدا وبياشا بيرها سيدا وصعنا إيو إيه صراحة دير رير يعني وضا مرايبه قروح دا بدن إيه قبلها حور عينتا إيه ويلا سيارة ولدانتا ليرادي جنة كخد مين إيو صريرها سيدا وصعنا إيو وحن إلهي وجنة كتل مامي سبحانه وتعالى ما الله عين راد ولا أذن سمعت ولا خدر على قلب بشر إلنا ولقيت ما أرك دقنا ولقيت ما مقال قلبي بين آدم وح قص وضيع كرماها ووح أنت سالها نلسينا يا ويك بنلوجي يا ميانة حقيقة الجنة كجرتو وحلا تلمامي كرماها وحنا رجنينا ما وحنا رجنينا ما مركب مركب الجنة داس وحاس مركب قالان والحال النقضان أهل الجنة يا وحلا ليه هاي وحيدين سكنا هذي إن هذا نولاتان ولقين ما دي ما نيسان نولشنا الدنيا ده دواعته ده موت باكدم في موتة ولقوه عبسينا يا هذا راحة كسته هاي سنتو ورموت كي قرمو إيمان دونا وامتحانه مركب راحة كودة ده ميسة ومن تيقن بالموت إن هدمت عليه اللذات وقول أرنجري علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ninkii mawd yaqeen iyo raaxama uu dhameeyay wax kasta lagu dhaxgeliyo umad ka ogsaa in caawul lagu iimaanay waa ma raaxa raaxamood ka dambeeyay raaxama bi'an lakum an tahyu fala tamutu abadan wa bi'an lakum an tashibu fala tahrabu abadan adduunyada hadaas joogta xogaa cimriga lagu daayo waad gaboobay raas meel kasta ku soo laamaysaa awoodaadi waa ibar noqonaysa ma akhraad waxa la dhalinyarada ahaanaysan waligeen duqnimaha ka cabsanina إلو جنة كل جود وصدنا يسدح جربال رجيا دوم أربعة صدنا يسدح جرب 33 سنة يود جنة كل جود ماشي دل يرني ماذا أقوم عنه دوي أقوم حوجا بني ثم وبأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ولجين عدئ الحنون مش عفي ما تبتك جرسا وبأن لكم أن تنعموا وترح وترحيسا نيسان نعمة تنكون راحيستا فلا تبأسوا أبدا مرنا واحد إنك كلا جوي مايا الدنيا بقول تهم بقى كلا جوي سما آخرة هم بقى كلا جوي مايا دي بإلهي كون قدر رضي الله جنات يا إلهي سبحانه وتعالى هنسي يا أبا المريء ونعكسين يدار له عمل فلا تاسوي ما تتك حقيقة قرتينا الدنيا إسكوا مشغولين لذات كذا متاع ذا يرتها ووح ما الماء متك حقيقة هاي وكذا دالا قفك خسارة ومتك النعمة سيدا دائم كأي جنات عدن يدخلونها بإلهي جنات جنات عدن اللي يرادي قال أيام بإلهيه عقب الدار كيف على قبل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فنعم عقب دار سأسأل قول يا أهل الجنة النعمة وحكم وحلوها اللي قلنا يا إلهي ونعمنا وحكم ذا أهل كودي بحتى لو كان يا جنة عيوب ويجلا يا نصفات كبر لي ما دينه وي واجب سدان ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والدين تودي هي حاسس كودي هي المهودي وحي جنة أصوب بدأ إيمان يعمل صالح على جهلنا وإيمان يا نيجون هذا حتى إسكت درجة هين ولو كان يا سيلور هالي قليه لأنه نورش ونعكس وحلو وداي كرتامر كذي هيك هذا حجوك سما هذا كل اللي عمله كونه صحيح نورش ولي وادي من تاعه لكن والله كمل يا إيه الكودي وطن بيدح جوعان أدم وفرح يا مركا يفرح زين ملا اكتب أمرك هو إيمانس ساعة ساعة هو إيمانس يدخلون من كل باب الباب هذا جنة ملا يتو كسو قليان سلام عليكم سلام عليكم نبت قلي أدوشنا فنعم عقب دار سلام عليكم بما صبرتم بلي بس بما صبرتم صبر كي أتكو يأتكو قارتين ثم فنعم عقب دار جنة أيها نعمة له سيدات صفاء إلهي نوغوت المامي سبحانه وتعالى سورة نوغوت المامي ووصفه الله سبحانه وتعالى بوصفين أخريين في آية أخرى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آيات ذا كلنا الله بصفة إلهي قوت المامل أولو الألباب كي والله بصفة وهوين ومحي المداومة على ذكر الله وتفكر في عجائب صنع الله مصنوعات الله سبحانه وتعالى. المداومة على الذكر ذكر إلهي بدائما وددك أولو الألباب كصفات كودة وحكم ذا حكمة الله أبو ريبا يقرتينو إلهي بيحصيان في كل الأحوال في كل الأحوال بإلهي حصيان. إن في خلق السماوات والأرض سماواتك يا أرض أبور كذا واختلاف الليل والنهار ما لنت يهبينك إسبدل كودة إسبدل يعني لآيات دلائل باقصوغا قدرة إلهي سبحانه وتعالى كامل. لماذا إذا كنت سنت لأولي الألباب يوصوغا ذاتك أولي الألباب كالي إرادة يوصوغا ذاتك وحقرنا إيو إن الدهاء إلهي قرنا يكفى إذا سنة وأولو الألباب لأولو الألباب ذاتك أولو الألباب كي وصول أولو الألباب كإلهي صفية لما صفة حدنا لقو صفية. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مفسرين تمحي إليه أراد به سبحانه وتعالى المداومة على الذكر في كل الأحوال في جميع أحوالهم ذكر إلهي بكجرا في جميع حالاتهم إلهي بحصية لأن الإنسان قل ما يخلو من هذه الأحوال. صدق هذا حال إنسانك كما ما إنه تاغي هاي إنه فدي هاي إنه جيفو صدق هذا إلهي كتل ماما يذكرون الله إلهي بحصية قياما وقعودا وعلى جنوبهم نذير قوله جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. استاق إيا جيف استاق إيا فرد إيا جيف بي إلهي كحسيا سبحانه وتعالى ذكرك إلهي بي دائما عملك اللقبتنا ذكرك إلهي بأوقف لبضن. صحابي بالرسول كويدية صلى الله عليه وسلم محادي فري سابر يا رسول الله شرائع الإسلام كأي وحا خير كأو فرب ديها محان إنا انقب صدادي فريسا لسان كأو عرب كإلى ذكر إلهي كقوينا ذو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إلهي عرب كإلى عرب كأو كقوينا عمل كأو قفض لبضان وإنو مركز عرب كأو إلهي ذكر إلهي كقوينا لله حسيس سبحانه وتعالى. صفات اللباد وابحي تفكر في مصنوعات الله في عجائب الكون يكون فكرا يعني. فكر كنا وعبادة وقفل لبلموه تفكر ساعة خير من عبادة سنة ساعة إناد فكرته سنة عبادة هذه بيكفل لبلني لا عبادة كتفكر عبادة فكر كلام إذا مجر قفك إنه فكره مخلوق إله إنه كفكر عجائب الكون عالم كعلو جاء يمد كسلف سفل جاء يوحى أدحى إنه كفكر إيمان كيس بزيادة يا مركا قلنا إمام كي مفسر كي وينا محيي الفخر الرازي وحلي هاي دلائل التوحيد محصورة في قسمين. دلائل التوحيد توحيد كدلائل شيسو محصورة في قسمين لو أرمات بالغو كوبي دلائل الآفاق ودلائل الأنفس. الآفاق والأنفس لو أدعس على الغو كوبي بور إن الآفاق ده يكون كأدفيرسو يهين النفط هذا فيرسو لو أدعس ويهي يهي دلائل التوحيد يهي معزورة كتاي بور ودلائل الآفاق أعظم وأكبر. آفاق الدلائل هذا نسيوي لقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس بإلهي. لخلق السماوات والأرض سماوات كان يا أرضوين كا أبو ردو دا أكبر من خلق الناس بين آدم كا وحلو شيغيا وكو قال منكر البعث بعث الرومي يعني إنكر أيو
يا إلهي وحولي هاي أيها مركو رعدن بالله أبوري هذانا ولا سوء علينيا بل أبوركو ذا يسوء علين تولى إسكابة دافة سماوات كان إيا أرضوذن أبوركو ذي كور أحد كي أبوري إيقو انجرين أبوري من نفته ذو أبوري وايا بيو سوء علين وايا وما يوي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس با إلهي مركا إمام كي لورنجري إبراهيم اللقاني وكو أورنجري جوهرتي سكو أورنجري فانظر إلى نفسك ثم انتقلي في العالم العلوي ثم سفلي تجد به صنعا بديع الحكم هذا أورنجري ثم نفت هذا إسفير هورت هذا وفي أنفسكم أفلا تعقلون أفلا تبصرون ميينا وحقرنيني نفتي نفيري هورت وفي أنفسكم نفتي نكفكرة نفت هذا عدد إسفير سيدة إلهي كو خلقه سبحانه وتعالى ثم انتقل في العالم العلوي وحد أقرت هذا عالم كعلوي أقر سماواتك سمدن انت عليك بغير عمد إسكتها وبغير علاقة تير هوسك هينا ما أرقنا تير وحكرك غحيراني كرك هينا ما أرقنا لبدا منا ما أرقنا بغير عمد ترونها با إلهي بغير عمد ترونها وحتير مياه أركيسان وامي سما سما سمدن يا وح إلهي دحر دا أوي علي وح نوجم وقنا يا سمدا سكدا دا أما دحر دا وح إلهي أوي علي قرحة يا ضيحة يا كواكبتا دبيشن صعنا يسوع عالم كعلوي قافيري ثم السفلي هذا عالم كسفلي قا دول كسيد إلهي أفيديه بورها وأوين يدوك الله دون ساري بدها أنت على ثلاك واحد سيدا أكل صعونة يا عالم كذا أكل صعونة يا مركات فيرسو تجد به صنعا بديع الحكم وهذا اللي إذا مركا صنع بديع أو عدل إيمان كرت أنجر إلهي خالق ميان سبحانه وتعالى الصفات كيس أي كامل نقدين ميان أحد كر الله إيمان كرمجر مركا وتفكر تفكر في عجائب الكون كون كعجائبتي سو لو فكره و قف انه كفكره في عجائب الكون وصفات التبران وين وقفكم مره ولا ليال صفات كالهي سبحانه وتعالى اوت المامي انه في ريوي وين نفتي سكو ميزان مره ما الهي كوت المامي مره اول الالباب كي صفات كاتوبن كإلهي كتل مام. مركي ذكر إلهي لي مادين كفكرين في عجائب الكون كون كعجائب تيس في مصنوعات الله سبحانه وتعالى مركي كفكر معي هلان إيمان بي هلان نتيجة محاين نقطة مركا إن إلهي بريان سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا كون كيبي في ريان عجائبتي كون كي كفكران يقينتي يعني توحيدك الدليل كيسي ودن بي يقارن يقين بي يقارن مركز وحي إلى ربنا ما خلقت هذا باطلا إله يو كون كان بعد الأم هذا أبور عملا بقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما سماء إيا أرض إيا وحا أدحي ما أنن أبوري با إلهي ليه باطلا بعد الأم أن أبور في سورة صاد ذلك ذن الذين كفروا كوا قالتها لكن سيدا أمليني كون كو إنان وحيك بدب الله أبورين وحا أن إيمانك لهين كما فائدة سنيان دي إلهي آياتك آياتك كونيك دلائش كونيك يمد آياتك تنزيلك سودك يمدنا كما فائدة سنيان لأن إيمان ملا مرهدين إيمان لهين عقل ملا عقل ملا بل إلهي وحول السماء وكتل ما ما إلهي لم يديهن حولها
إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بإلهي حولها يلمديهن بل أضل بل هم أضل سبيلا أيا كسي بعد النما بدن بحولها ويكسي بعد النما بدين وحقرن أيو إلهي سبحانه وتعالى خدابك يسفهم أيو وعدتك إيمانك لا إلهي عقلك أوسيه وأولو الألباب وعدتك إلهي وعقلك سي مركا وحي قرتين ندها إلهي بي قرتين إلهي هذا الكيسي بي فهمين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك دن الذين كفروا قال هذا سيدا أم علينا قال هذا أن إيمانك لهين يا أم علينا إن وحق مدبع الله أبو رنكونك وسكا هذا قالوا إن دهرق اللي هذا وواحا إنت وضبطن بها إسكا أمين سيهين إن لا إسكا هذا ولا إسكا هذا ساني واح أبو ري مجره عيد واح أبو رتي مجره واحو البعثة إسكا هذا آياتك الإلهي وحكو لي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين سماواتك يا أرض دي واحو دحي ما أنا أبورين أنا قو عياري نوي حكمة بانو أبورني با إلهي لي سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا ساسي ليهن أولو الألباب كي وحي ليهن ربنا ما خلقت هذا باطلا إلهي يو باطل أو ماذا أبورين كونكن كونكن باطل أو ماذا أبور فقنا عذاب النار نار تعذاب كذا إله ونقى إلالي إلهي بي بريان مركا إنه كبد بادان عذاب كان وكبد بادي نار تعذاب كذا إنه كبد بادي لبات ذا الدنيا ذا إيه مد آخرة ذا إنه الله بدو إلهي كبد بادي أي إلهي بريان يعني سبحانه وتعالى أيضا في سورة آل عمران كجر أقدم بيا طبنكا نبي قهبين كي مركو صوتو صلى الله عليه وسلم قلن كتب مركو صوتو صلاة الليل كأوسوكع أيضا هنو أقرن جري وانا سنة إلا أقريه مركو صوتو كعضو صلاة الليل كأوسو كعضو يقفك مؤمن كا إلهي عبسدي سبحانه وتعالى إي كجرتو هبين كي اسكجي في ماي يوصيد أجي فون واقو قبري ماي هبين كي قلن كي سدن بينو صوكع وقتك فضلك بضل دعاء لا أجيبه يا إلهي أولي يا سبحانه وتعالى قفي سؤالنا يا مجرى أنسيه هل من طالب حاجة فأعطيه هل من مستغفر مجرى مدن بداف ويدي سنيه وأنو دن بداف وقتك وهبينك قالك يصدم الثلث الأخير وي لماذا هبين نبا وحي كدن بي يوي لماذا مركي لقار تو يو وحي كدن بي مركي لقار ووقتك دعاء لا أقبل ووقتك فضلك بدن إلا سوكع مركة سوكع ذو وحا سنة سلاة الليل كادو سوكع ذو إن الآيات كان أخر سوء رسولك هو أخر جرى صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة لا سورة آخر كذا مركز النبي عليه الصلاة والسلام يتكني مركز ولبه وحوغرني أذكارتك لا مركا يدعوين كمركا هبين كلا صيبة ديوه وحكم ذها دعوين كونبي وغرن جري اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت به أعلم ونبي أورنجري صلى الله عليه وسلم آيات كان مركا نقرينا وإن دعاء النبي وخرين جاء نقرسنا وإن كد ذلك إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام رعنا لأن حياة الطيبة أو حي كجرتا إن رعنا النبي عليه الصلاة والسلام سنة ديسك وعمل فل
إن القرآن ك صفات كونات المابا يا أنفير إمام كي وينا يا حسن وبصر رجل وحورنج أحد مجربو رجال القرآن قرآن كالله فرست إلا قام بزيادة أو نقص بوير قف قرآن كالله فرست مجرو وقرآن كأخرية مجرو زياد لك عيا أما نقصان بولك عيا معنى زياد لك عيا قرآن كي مرمين يا إلهي با كو أنفع وكو عمل فريا أما النسقان باو إيمان يسو قرآن كي بو أخرية قرآن كي بو برتي قرآن كي لو شيغي مركاسو هدنا كجيسن يا بو كجيسن يا أحبابي في الله إلهي سبحانه وتعالى فلاحي الليبان ودن وحكو شيغي داتك أولو الألباب كالي إرادة إلهي أوت المامي وددك إلهي أغدورتي سبحانه وتعالى ددك أصفاتك إلهي نوغت المامي صفات أولي الألباب طبنك طبنك صفات ددك كل في وددك الليباني فلاحة الليبان تي خير كو يوسقنات إنان قدينا لدونيا إنان رعنا لدونيا إنان كمد نقونا لدونيا وحلوغا من نقونا يوامحي وصفاتك وحلوغا من نقونا وحكا لما waxa looga mid noqonayo waasifaad ka way waxa looga mid noqdo ee darajada wanaagsan ee qaaliga ee ilaahay u tilmaamay subhanahu wa ta'ala waxa lagu gaaray waa maxay waasifaadka ilaahay u tilmaamay sifaadka waa inaan ku dadaalno way sifaadka waa inaan ku sifowno way balanqaadka ilaahay baan helayna subhanahu wa ta'ala إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيو إلهي هنا مدقى ودتك إلهي ودورتي عقل له ندها إلهي قرتي كفا إذا استيأ الدنيا دي آخرة بكفا إذا اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله.